رغم صغره وضيق شارعه، إلا أنه لحد كبير يشبه سوق الغزل في بغداد. إنه بازار جيري بردكة، سوق لبيع الحيوانات الأليفة والطيور بمختلف أنواعها. يقع في منطقة البلدية في شارع مولو الشهير وسط مدينة السليمانية. أما جير بردكة شارع سليماني بيلين. يسمى هذا السوق جير بردكة في السليمانية. تباع فيه أنواع الطيور والحيوانات كالدجاج والبط والكناري وكل أنواع الطيور، ويزدحم في أيام الجمعة من الأسبوع بصورة كبيرة. نفس سوق الغزل، أكو واحد يحب هاي البلابل مال التمر احنا نسميها، أكو الكناري، أكو الببغاء، وأسعارها تختلف. أكو يجي واحد يدور أليف، أكو واحد يدور وحشي هو يألفه، بالأسعار تختلف. الدجاج، هذا أنواع الدجاج موجودة نفس سوق الغزل. تاريخ هذا السوق يعود إلى ثلاثينيات العقد الماضي، حيث يرتاد أغلب أهالي المدينة وحتى من خارجها، من كركوك وبغداد وصلاح الدين وأربيل، وتحديدا يوم الجمعة بشكل كبير. تجد فيه أنواع كثيرة من الحيوانات مثل البط والدجاج والقطط والكلاب والأرانب والماعز والخراف، وأخرى برية مثل الذئاب الجبلية والقردة. إيه أكثر شيء يعني جمعة، بالأيام الاعتادية أكو يعني بس قليل، بس جو الجسير، بس بجمعة لا يعني تظل لساعة بالأربعة تقريبا العصر موجود العالم. والله على كلامهم يعني قديم بالخمسين، جزء أكثر يعني قديم، يعني حيل 50 سنة تقريبا، هيك 40-50 سنة، إيه قديم حيل كلش. سوق يرتاده العرب والأكراد على حد سواء، سوق لم يقتصر على بيع الحيوانات فحسب، بل على منتجات تلك الحيوانات لا سيما الطيور الداجنة منها، كما فيه محلات مختصة لبيع كافة أعلاف الحيوانات. أمانة هي القي طبيعي خومانة كردواري خومانة. هذا البيض طبيعي وهو من النوع الكردي المحلي، فيها بيض المائدة من الدجاج والبط ومن طيور أخرى، وجميعها محلية، ويشتري الناس هذا البيض للأكل ويزداد طلبه في فصل الربيع لطعمه اللذيذ. والبعض من البيض يستخدم للعلاج وله فوائد صحية كبيض طيور السلوى. شغفهم بالحيوانات الأليفة كون لهم صداقات متعددة من محافظات عدة، يلتقون هنا كل جمعة تربطهم المحبة والسلام. من السليمانية، مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية.